السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا في السيمينار المجمع لأقسام تقويم الأسنان جامعة الأزهر بنين بنات أسيوط، وفي استضافتنا بعض الجامعات المصرية الأخرى لأقسام تقويم الأسنان، جامعة المنصورة، جامعة طنطا، جامعة المنيا، وفي القريب جامعة قناة السويس إن شاء الله، وقريبا نضم جميع أقسام تقويم الأسنان في مصر بإذن الله. بننوه للجميع أن السيمينار أو الويبينار بيتم تسجيله وعمل المونتاج اللازم ونزوله على القناة بتاعتنا على اليوتيوب. النهاردة بإذن الله الدور على قسم تقويم الأسنان بنات أزهر القاهرة. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع شيق جدا وجميل ومن المواضيع النادرة. إيه هي المواضيع النادرة؟ إن إحنا ممكن نعمل إكستراكشن للور إنسايزور علشان نكمل الأورثودونتك تريتمنت. فموضوع النهاردة هو إكستراكشن أوف لور إنسايزور إن أورثودونتكس. موضوع شيق وجميل هيقدمه لنا النهاردة الطبيبة أميرة حلمي والطبيبة إسراء أحمد، هيدخلوا بالتتابع وهما طالبات ماجستير بقسم تقويم الأسنان بنات أزهر القاهرة تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد سلامة أستاذ ورئيس قسم تقويم الأسنان بنات القاهرة جامعة الأزهر، والدكتورة سارة الأباني مدرس تقويم الأسنان بقسم تقويم الأسنان بنات القاهرة. إن شاء الله السيمينار يكون جميل وشيق، وهنبدأ مع دكتورة أميرة. اتفضلي يا دكتورة قدمي السيمينار. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أنا دكتورة أميرة حلمي ماجستير تقويم إكسترنال. يسعدني ويشرفني أقدم سيمينار النهاردة أمام أساتذتي وزملائي من كافة الجامعات، أتمنى يحوز على رضاكم ويكون فيه النفع والفائدة. زي ما تفضل دكتور وسام، موضوعنا النهاردة عن الإكستراكشن أوف لور إنسايزرز إن أورثودونتكس، هنقدمه أنا وزميلتي دكتورة إسراء أحمد تحت إشراف دكتور أحمد سلامة ودكتورة سارة القباني. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هنعرف النهاردة إمتى نخلع lower incisors للأورثودونتك patients وإمتى ما نخلعش، وإيه المميزات والعيوب لخلع lower incisors، وهنعرف كمان which lower incisors to extract وحاجات تانية. أول حاجة الـ choice of extraction depend على الكيس، زي مثلا لو عندنا discrepancy between الـ dental arch والـ basal arch. كمان شكل الفيشيال بروفايل يعتبر عامل مهم جدا. ان اورثودونتيك بنحتاج الاكستراكشن عشان نوصل للنورمال اوكلوجن، وفي الغالب بنخلع بري مولرز، ولكن في سبيشال كيسز بنحتاج ان احنا نخلع اذر تيث. الاكستراكشن بيسهل علينا الاورثودونتيك ميكانكس، بس من جهه تانية بيفتح قدامنا كذا تريتمنت اوبشنز ما كانش ممكن نفكر فيهم من غير الاكستراكشن. عشان نحط الـ correct treatment plan مهم جدا ان احنا نعمل correct diagnosis الى جانب البانوراما واللاترال سيف والفوتو والدنتال كاست، لازم كمان نعمل diagnostic setup قبل ما نبدأ في تنفيذ العلاج. after diagnostic setup وكل الdiagnostic record لازم نختار الـ best treatment option، بس قبلها مهم جدا نكون عارفين ايه التريتمنت جولز اللي احنا عايزين نوصلها، ومتخيلين الفاينل اوكلوجن اللي هنوصله لو لفذنا التريتمنت بلان، وهل النتائج اللي هنوصلها دي هتكون ستيبل وتكمل مع العيان باقي عمره ولا لا. بناء على الكلام ده ساعات بنقرر ان احنا نعمل اكستراكشن لللور انسايزر كالتيرناتيف تريتمنت عشان نوصل للتريتمنت جولز اللي حددناها، بحيث اننا لو خلعنا مثلا بري مولر ممكن ما نوصلش لنتيجه كويسه، ما تكونش ستيبل على اللونج رن. ولازم ناخد بالنا واحنا بنتعامل مع اللور انسايدر سواء قررنا نخلعها او لا، لان نسبه الريلابس عاليه فيها، وكمان دايما بنشوف فيها كراودنج في most of the cases. أول حد اتكلم عن الإكستراكشن for orthodontic purpose كان جون هانتر in his book The Natural History of Human Teeth، وده كان في الـ beginnings of the 18th century. إدوارد أنجل يعني مع أدان التصرف ده وقال إن الـ best balance والـ best proportions of tooth بيستدعي أن تكون كل الأسنان موجودة، وأن كل سنة لازم تفضل في مكانها.
الكلام ده كان نقطة خلاف مع دكتور كالفين كيس، اللي قال إن ما نقدرش نغير في البيزل بون بالميكانيكس بالميكانيكال مينز ونخليها جرو أكبر من الانهيرتد ليميت بتاعها. عشان كده من غير الاكستراكشن هيبقى مستحيل إن احنا نصلح سفير سكيليتال دينتال ديسكريبانسيز. وفي نفس الوقت لو سيبنا كل الأسنان من غير اكستراكشن خالص هيحصل سفير بروتروجن. ده كان كلام دكتور كيس. دكتور كيس قال كمان ان ما ينفعش نعالج كل البيشنتس بنفس الطريقه، لان المالوكلوجن ممكن يبقى سببه هيريديتري او انفايرومنتال او الاثنين. عشان كده في كيسز بنحتاج اننا نخلع بيرمننت تيس وكيسز لا. فضل موضوع الاكستراكشن نقطه خلاف ما بين مؤيد ومعارض لحد ما وصلنا دلوقتي للستاند بوينت، وهي اننا نخلع بس لو العيان هيوصل، لو الخلع ده هيوصلنا للتريتمنت جولز المطلوبه ويديني ستابيليتي واستاتيك وفانكشنال فاينل اوكلوجن. دلوقتي الخلع بقى تريتمنت، بقى كومن براكتس في الاورثودونتيك تريتمنت، وغالبا بنخلع الفيرست بري مولر في اكتر الحالات due to their proximity to incisors، وده بيخلينا نعمل retraction للانسايزرز. lower incisor extraction to treat mandibular incisors crowding is not a new idea. جون جاكسون in 1904 عمل documented a case where he extracted lower incisor. دي كانت أول case documented. طيب دلوقتي امتى اقدر اقول ان انا البيشنت ده محتاج ان انا اعمل له اللور انسايزر اكستراكشن؟ اول انديكيشن عندنا هو كلاس 1 مالوكلوجن والسيفير انتيريور توث ديسكريبانسي مور ذان 4.5 مليمتر، وكمان من الانديكيشنز ان يكون عندي بكالي او لينجوالي بليسد مانديبولار انسايزر. الكيس دي فيميل بيشنت عندها سبيس في الأبر انتيريور. انتيريور ماكسيلاري ديفيشنسي دي تو بيج شيبد لاترال. كنا محتاجين ان احنا نعمل لها ريتراكشن للانتيريور. لو خلعنا البري مولرز هيحصل عندنا فلاتنينج للبروفايل، عشان كده قررنا ان احنا نخلع لور انسايزر تو الاو الريتراكشن. دي كيس تانية ل 11 years patient عنده malformed upper left lateral incisor و severe lower anterior crowding. واحنا كنا عايزين نمينتين الارش فورم. كان الحل الوحيد ان احنا نعمل اكستراكشن لللور انسايزرز تو مينتين الارش فورم وذاوت اكسباندنج الانتركاناين ويدث، وعملنا سبيس كلوجر. اخر صوره بتورينا 11 years بوست دي بوندنج، وده باين فيها اللونج تيرم ستابيليتي للكيس. دي another patient 14 years old female patient with crowding in lower anterior due to excessive mesiodistal diameter of lower incisors. After extraction of lower lateral incisors هنلاقي ان حصل عندنا correction للcrowding وعندنا stable occlusion. دي برضو patient عنده الأبر يعتبر يعني nicely aligned وعنده blocked out lower right lateral incisor. يعني كان there is no other extraction protocol would have suited this case better than the extraction of blocked out lateral incisor. الindication اللي بعد كده لما يكون عندنا class 1 with normal maxillary dentition وadequate posterior intercuspation with anterior lower crowding. زي مثلا في الكيس دي a patient عنده class 1 with normal maxillary dentition وadequate posterior intercuspation وعنده crowding في lower incisors. كان البيست تريتمنت بلان ان احنا نعمل extraction للlower right central incisor علشان نحافظ على ال class 1 relation ونصلح الكراودنج.
These pictures show a study cast of patient with normal skeletal and dental relationship. The Bolton analysis, Bolton anterior tooth ratio was 88.8. Lower midline was shifted to the right. Therefore, the extraction of lower left incisor was the best treatment option to correct الاوكلوجن الملا لاين يعني. ونلاحظ كمان ان بقى عند ان حصل كوركشن في الاوفر جيت بيفور اند افتر. دكتور أميرة، ممكن تشغلي الصوت بعد إذنك؟ أميرة أنت ميوتد يا أميرة، افتحي المايك. ده برضو patient diagnostic cast ل class 2 patient with class 2 division 1 and maxillary protrusion and crowding of lower incisors. We decided to extract the lower incisor and maxillary first premolars, keeping class 2 molar relations and establishing class 1 canine relation. This is another case. يعني ال pictures اللي فوق كانت ال after extraction، هنلاقي باين عندنا ال extraction space after extraction of lower left central incisor. خلعناه لأن هو كان الـ most malaligned and lingually positioned، وكانت الـ attached gingiva عليه less healthy عن باقي الـ incisors. الـ post treatment هنلاقي بقى عندنا class 1 on skeletal class 2 base. البيشنت ده كان عندنا ثلاثة treatment options. كان أول option إن إحنا نعمل extraction لل four fourths upper and lower first premolars.
بس ده كان هيبقى too aggressive وكمان هيأثر لي على الفيشل بروفايل. كان تاني treatment option ان احنا نعمل interproximal reduction في المانديبولر anterior teeth، بس كانت of small size عشان كده ما ينفعش نعمل reduction. تالت treatment option اللي عملناه ان احنا عملنا extraction للمانديبولر incisor relieving the crown الكراودنج مينتيننج كلاس 1 مولر اند كاناين ريليشن. الانديكيشن اللي بعد كده المالوكلوجن ذات هاز تندنسي توورد كلاس 3 زي ما احنا شايفين. This is study cost of patient with class 3 tendency. To achieve appropriate overjet and overbite, عملنا extraction of the lower right central incisor. الانديكيشن التانية ان احنا لما يكون عندي نون يعني كنون سيرجيكال alternative في حالات الكلاس 3، وكمان لما يكون عندي moderate class 3 with anterior cross bite or edge to edge relationship. زي ما احنا شايفين ال study cost of 13 years old female patient with class 3 malocclusion عندها reverse overjet and overbite. The lower left central incisor was extracted to correct overjet and overbite. في post treatment photos show a retraction for lower anterior segment. صلحنا ال cross bite. Another case for patient with edge to edge and mild class 3. Patient has upper laterals in cross bite and shallow, he also has a shallow overjet and overbite. Lower anteriors were uprighted in position and require retraction to create an ideal overjet. So we decided to extract the lower right central incisor. The next indication is adult patients with mild to moderate class 3 with small crowding in incisors and non-triangular form. ال patients اللي بيكون عندهم triangular incisors الأفضل إننا نعالجهم non extraction approach زي ال interproximal reduction علشان نحافظ على ال interdental papillae. زي ما احنا شايفين في ال patient ده كان ال before treatment كان عنده some loss of gingival papillae وas a result of triangular incisor shape الجينجيفال بابيلي of remaining three mandibular incisors almost disappear in the middle of orthodontic treatment period. وهنلاحظ كمان اللي حصل عندي جينجيفال ريسيشن during the derotation of the mandibular left lateral incisor. قررنا في الآخر إن احنا نعمل stripping للأبر واللور incisors and space closure to obtain aesthetic final results. The next indication is in cleft lip and palate patients. After mandibular surgery, it was not possible to establish proper overjet and overbite. زي الكيس دي كده 12 years old female patient with unilateral cleft lip and palate on right side. She had class 2 molar and bilateral cross bite and crowding in maxillary arch and mandibular, and transposition in lateral incisor impacted maxillary left canine. في ال patient دي كان عندنا ثلاثة treatment options. أول option إن احنا نعمل extraction لل maxillary والمانديبولار فيرست الماكسيلري لاترال انسايزرز والمانديبولار فيرست بريمولر. تاني اوبشن ان احنا نعمل اكستراكشن للماكسيلري لاترال انسايزرز مع الفيرست بريمولرز في الابر والسكند بريمولرز في اللور.
كان البيشنت دي اختارت الفيرست تريتمنت اوبشن ان هي تعمل اكستراكشن لللاترال انسايزرز وللمانديبولر فيرست بريمولرز، بس كان ممكن نعالجها بالاكستراكشن لللور انسايزر. الانديكيشن الجاية كمان ان احنا نعم يكون عندي لما يكون مش عايزة اعمل increasing في الانتركناين ويث، زي مثلا الكيس دي عندي lower anterior crowding و anterior open bite و class 1 relationship، عملنا diagnostic setup with extraction of lower incisor و restoration of incisal edge، لقينا ان results مظبوطة، عملنا extraction لل lower left central incisor اللي هي كان فيها اخترناها علشان كان فيها incisal edge attrition وكانت هي اكتر سنة فيها كانت labially positioned. وفي اخر صورة هنشوف بعد ال composite restoration لل upper incisors. دي كيس برضو الـ patient with class 1 molar relation and has increased overjet. The best treatment was to extract the lower incisor. بعد ما عملنا extraction لل lower right lateral incisor عملنا interproximal reduction لل maxillary anterior teeth to achieve proper overjet. كمان من الانديكيشنز لما يكون عندي adult patients او في حالات الريلابس زي الكيس دي فيها adult patients with crowding of lower anterior teeth and straight profile class 1 molar and canine relationship and class 1 skeletal. The Bolton tooth analysis showed 1.5 millimeters lower anterior excess. كان ممكن في الكيس دي ان احنا نعمل extraction لل 4 premolars، بس ده كان هي result in excessive retraction of uncrowded maxillary incisors ويعمل لي compromising لل facial profile، عشان كده كان ال extraction of lower incisor هو ال best treatment. كمان بنعمل extraction لل lower incisor لما يكون عندي malformed or periodontally compromised mandibular incisor whose maintenance would not provide any benefit. زي الكيس دي 23 years old female patient lower left central incisor has a gingival recession and mobility grade 1 and it's in cross bite. The Bolton discrepancy in anterior was 1.9 millimeters mandibular excess. After extraction of the central incisor, crowding was relieved and class 1 canine relationship established. آخر صورة بنشوف after 2 years follow up post debonding هنلاقي عندنا stable results. آخر indication عندنا لما يكون في lower canines inclined distally، وده لأن عشان نعمل يعني bring the canines back into premolar space لو خلعنا premolars هيحصل عندي يعني it will need uprighting وكمان excessive bodily movement. الحالات دي extraction للincisors هو the best solution. باختصار كده نقدر نقول ان الـ main indication to extract the lower incisor لما يكون عندي tooth discrepancy more than or equal 4.5 millimeters due to lower anterior excess or upper anterior deficiency. زي في الكيس دي patient with pig shaped lateral lower anterior excess 5.7 millimeters after extraction of lower right lateral incisor the overjet was maintained and the overbite was improved. نفس ال patient after debonding ال pig shaped maxillary lateral incisors were restored with composite.
الكيس دي برضو بتورينا patient with lower both lower lateral incisors displaced lingually. عندنا lower anterior excess كمان, ده من ضمن الانديكيشن. عملنا لها extraction للlower left central incisor to achieve proper overjet and overbite. ايه الحالات اللي ما اقدرش يعني اخلع فيها lower incisor؟ اول حاجة عندنا لما يكون الكيس require extraction in both arches, زي مثلا البيشنت دي. Patient has proclined upper and lower incisors, وعندها crowding في upper وفي lower, وincreased overjet orthognathic profile, وreduced nasolabial angle. The best treatment option was to extract ال 4-4s to establish class 1 relationship. In the case D, patient عنده pronounced overjet, the best choice of treatment was to extract the four first premolars. ولكن because of the patient reluctance, يعني not interested in orthodontic treatment, we extract the lower left central incisor. Next contraindication, triangular incisors with minimum crowding. زي ما قلنا قبل كده في الكيس دي لو عملنا extraction, يعني لما عملنا extraction of one lower incisor, as a result حصل عندي يعني بسبب triangular shape بتاع incisor حصل عندي gingival papilla بتاعت remaining three mandibular incisors almost disappeared in the middle of orthodontic treatment. وقررنا في الآخر إن إحنا نعمل stripping of incisors و space closure to obtain reasonably aesthetic final results. The next contraindication is cases where diagnostic setup demonstrate that lower incisor extraction can result in excessive overbite. زي أول كيس على الشمال عملنا extraction the lower left central incisor allowed normal overjet and overbite. يعني كانت البايت شالو فما كانش فيه مشكلة ان احنا نعمل extraction. وفي الكيس اللي على اليمين نفس الكلام, عملنا extraction the lower right central incisor in edge to edge case. لكن الكيس اللي في النص already عنده deep bite, لو عملنا extraction لل lower incisor هيحصل عندي more deepening للبايت. آخر contraindication لما يكون عندي high frenum attachment والextraction هيعمل لي gingival recession in the remaining incisors to be moved to the frenum area. زي الصورتين اللي على الشمال النورمال frenum attachment عادي أقدر أعمل extraction lower incisors في الكيسز دي مش هيبقى عندي مشكلة. لكن صورتين زي اللي على اليمين patient عنده high frenum, لو عملنا extraction ممكن ده يسبب لي ريسيشن للسنة اللي هتيجي في المكان اللي هيبقى فيه الفرين. بعد كده هنتكلم عن الادفانتجز مع زميلتي الدكتورة إسراء أحمد. اتفضلي يا إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف إن أنا أكون معاكم النهاردة في السيمينار. أنا هكمل الجزء بعد زميلتي. هبتدي من أول الديس ادفانتجز وهكمل. أنا دكتورة إسراء أحمد, طالبة ماجستير اكسترنال في قسم تقويم البنات فرع القاهرة. هنبتدي هنتكلم على الديس ادفانتجز بعد كده, وهنقول عندنا على الادفانتجز سوري, هنقول ان اللور انسايزر اكستراكشن بيفاسيليتيت التريتمنت باي افويدنج الارش اكسبانشن. بما اني بعمل مينيمم التريشن في الانتر كاناين ويدث, ده بيسهل لي الميكانكس بتاعتي وبيساعدني في المينتيننج اوف الاوفرول ارش فورم, وده بيساعد لي برده في البروتكشن بتاع سبورتنج ستراكشرز. لما بقى محتاج اعمل anterior segment retraction, ده بيسهل لي الميكانكس وبيأثر لي الوقت بتاعها, وفي نفس الوقت كمان بيقلل لي الاماونت اوف tooth movement required to achieve the best results. Anchorage is usually not a problem, لاني ما بشتغلش خالص في posterior segments, ما بعملش فيه اي extraction فما بيسببليش اي مشكله. بقلل الفيشيال changes وبقلل التريتمنت تايم وريتينشن بيريد.
ليفن في البيبر بتاعته قال لنا ان الانسايزر اكستراكشن بيديني بيتر اوبورتيونيتي تو اتشيف اوفر بايت ذات از استاتيكلي فيفربل اند فانكشنالي افكتيف. قال لي كمان ان هو بيليمينيت بيخلي التريتمنت بتاعي اسهل لانه بيليمينيت ذا نيد فور برولونجد اند ديفيكلت ميكانكس، وبيسهل لي كمان ان انا اقدر احط الابر انسايزرز في بروبر في بروبر او اكسبتبل اكسيال انكلينيشنز، ما بضطرش خالص ان انا اعمل بروكلاينيشن عشان اقدر اعمل بوزيشننج للاول لور انتيرير تيث. الديس ادفانتج بعد كده اول مشكله بتقابلني الميد لاين ديسكريبنسي، بما اني بخلع في اللور فانا بعمل شيفتنج في الميد لاين غصب عني. دي مش بتمثل لي مشكله كبيره قوي لان اللور ميد لاين بيبقى less visible from the frontal view. تاني disadvantage عندي ال increase the frequency of the open gingival embrasure formation، بينتج عنها ال black triangles بتأثر جامد على ال aesthetics. دكتور يوريبي ودكتور ناندا عملوا study عشان يشوفوا معدل حدوث ال open gingival embrasures في حالات ال mandibular incisor extraction، وحاولوا يلاقوا predictors ليها، حاولوا يشوفوا لو الايج او الجندر او الانتر بروكسيمال بري تريتمنت وبوست تريتمنت كونتاكت لوكيشن، التايب اوف الانسايزر تو بي اكستراكتد، هل كل ده بيأثر على الانسيدنس والماجنيتود اوف الاوبن جينجيفال امبريجرز. عملوا الايفالويشن بتاعهم على 51 ادلتس عندهم 1 مانديبولار انسايزر اكستراكتد، عملوا ايفالويشن للبري تريتمنت والبوست تريتمنت انترا اورال فرونتال فوتوس. الريزلتس بتاعتهم قالوا ان الانسيدنس بتاع الاوبن جينجيفال امبريجر كان في كل الحالات دي 68% وكان بيبقى نوتسبل في 52%. قالوا برضو ان الداتا اللي جمعوها ان معظم البيشنتس اللي خلعوا سنترال انسايزر كان اكتر عندهم حصول للاوبن جينجيفال امبريجر بنسبه 41% versus 27% for those who had lateral incisor extraction although this result was not statistically significant. كل البيشنتس بعد ال who had post treatment interproximal contact location في الانسايزال سيرد كان عندهم open gingival impressure، وقالوا في الاخر ان ولا الايج ولا السكس ولا الانسايزر تايب ولا اللوكيشن بتاع الانتربروكسيمال كونتاكت دول نقدر نستخدمهم كبريدكتورز للاوبن جينجيفال امبريجر اللي هيحصل بعد المانديبولار انسايزر اكستراكشن. طب انا ممكن اصلا اعرف ابريدكت الاوكيرنس بتاع الجينجيفال امبريجر في رول بتاع الدكتور تارنوس ممكن ان انا استخدمها. هو قال لنا لما الفيرتيكال ديستانس من الكونتاكت بوينت بتوين التيث تو ذا كريست اوف ذا بون بتبقى اكتر من 5 مليمتر اقدر ان انا اقول ان it's very likely to develop a triangular space. In some certain cases especially في الادلتس اللي space مكان السايت اوف الاكستراكشن بتبقى صعب ان احنا نقفلها completely او بتفتح بسهولة تاني، ده بيأثر لي على الاستاتكس وبيأثر لي على البيريدونتال هيلث في مكان حيوي في الفرونت اريا اوف ذا arch. كمان في tendency for the space to reopen في الاكستراكشن سايت especially في الحالات اللي انا بخلع فيها lower central incisor بغض النظر عن الروب بلاريزم بين التيس، الانسيدنس بتاع السبيس ريوبنينج بيبقى فيري كومن. بعد ما بخلع لور انسايزر بيحصل ديكريز في المانديبولر ارش ان اول دايمنشنز، ده بينتج عنه انكريز في الاوفر جيت وفي الاوفر بايت، ده بيأفكت كمان الانتر كلوزر ريليشن شيب اوف الانتيرير تيث. لو انا ما عنديش اصلا بولتون ديسكريبنسي في بدايه التريتمنت، ولو انا عندي بولتون ديسكريبنسي بس ستيل كنت محتاجه اعمل ستريبنج في الابر انتيرير تيس وما عملتش سفيشنت ريدكشن ثرو الستريبنج بيفضل عندي مور برونونسد اور اكسسيف اوفرجت. طيب لو انا عملت تريتمنت المانديبولار ارش اونلي ده احيانا بيسبب لي انكريس في الماكسيلري كراودنج، بتتراوح الاماونت اوف الكراودنج من 0.2 ل 1.8 مليمتر واحيانا بتزيد عن 2 مليمتر في سام كيسز. حاجه بتاثر على الاستاتكس ان انا عندي في ديفرنس في الكالر او في الشيد ما بين اللاترال انسايزر والكاناينز، الكاناينز بتبقى مور داركر فده بيخليها تبقى نايسبل اكتر، فده لازم ياثر لي على التريتمنت بلان اللي انا هختارها سبيشالي لو انا بعالج في ميل بيشنت. الدايجنوستيك سيت اب is a diagnostic tool proposed by Dr. Kiesling في الـ early 50s. قال لنا اللي هو بيساعدني عشان أقدر أحدد الـ best treatment option.
هو بيعملوا ازاي؟ عملوا ان هو عمل dissection لل teeth from the original orthodontic models وعمل لهم بعد كده replacement في wax، حطهم على البيزس بتاعهم تاني بعد ما عمل elimination لل teeth اللي احنا محتاجين نخلعها في الحالة اللي احنا بنتكلم عليها lower incisors، وقال لنا ان السيتاب بيساعدني في الديسكشن بتاع treatment plan مع العيان ومع الجارديانز بتوعه، وفي نفس الوقت بيساعدني افيجواليز الالترناتيفز والالترناتيف اوف تريتمنتس لو انا عندي كذا حاجه. This is a case of a 21-year-old female. She came to seek orthodontic treatment. She has angle class 1 malocclusion and mandibular arch length deficiency of 2.4 millimeters. عملوا cephalometric analysis بتاعها ولقوا ان هي skeletal class 1 malocclusion وعندها harmonious facial growth. لقوا عندها في ال pre-treatment orthodontic study cast ان هي عندها transposition ما بين ال lower left lateral incisor وال lower left canine، ولقوا ان مفيش tooth size discrepancy. They did cephalometric simulation of treatment by 4-4 extraction and retraction of the anterior teeth. لقوها ان هي هتبقى عندها concave profile وده هيأثر على الاثاتكس بتاعها، وهي اصلا كان عندها prominent nose، ولقوا ان البروميننس بتاع النوز هيزيد اكتر لو عملوا 4-4 extraction. عشان كده اختاروا lower incisor extraction. لما اختاروا lower incisor extraction قالوا ان هم هيشيلوا transposed lateral، ده هيسهل لي الميكانيكس بتاعتي، بس هضطر ان انا احتاج معاه considerable amount of stripping for upper anteriors عشان اقدر ان انا احدد ال amount of stripping اللي انا محتاجاه وال final position of each tooth. ساعتها عملنا الـ diagnostic setup أو الـ wax diagnostic setup، وده كان شكل الـ diagnostic setup بتاعها بعد كده. This is a study to evaluate the objective and subjective treatment outcomes in orthodontic cases treated with extraction of mandibular incisors. هم حاولوا يشوفوا فيها الـ usefulness of الـ wax setups in treatment of planning of mandibular incisor cases. Between the wax setups and post-treatment casts, can see moderate correlation في overjet and overbite with right canine classification. على عكس the left canine classification, the correlation كانت very low. وقدروا إن هم يقولوا إن okay يعني it's acceptable، بس إحنا برضو لازم نبقى expecting إن هيحصل increase في the parameters of the overjet and overbite after mandibular incisor extraction treatment. However في مشكلة حصلت معاهم، قالوا ان الدايجنوستيك سيت اب ده ما بيدينيش enough information عن مكان التيث هتبقى موجودة فين بالنسبة للبون. A decision making for which incisor to extract. طيب انا عشان اختار الانسايزر اللي انا هخلعه انا لازم ابقى فاهمة حاجات كتيرة من البداية فيها. عشان احقق good occlusion اصلا with correct overbite و overjet لازم المانديبلر والماكسيلري تيث يبقوا بروبورشنال ان سايز. كلينيكلي لازم يبقى في كورليشن ما بينهم، عشان كده في ميني اوثرز ابتدوا يدرسوا التوث ويدث ان ريليشن تو اوكلوجن، وابتدوا يطلعوا ميثودز ان ازاي اقيس التوث ديسكريبنسي. اول واحد عندنا ابتدى يقيس التوث سايز او التوث ويدث كان دكتور جي في بلاك في الايرلي 90s، وقال ان large number of human teeth لازم نقيسهم عشان نقدر نطلع المين dimension بتاع كل tooth في الـ dental arch، وما اداناش specific value. بعد كده دكتور جيل باتريك in 1923 calculated the total mesiodistal width of the upper and lower teeth، وقال ان المكزيلري arch الـ total mesiodistal width of the teeth فيه بت exceed the lower by 8 to 12 millimeters. In 1949 دكتور نيف عمل استادي عشان يقدر يطلع منها حاجة اسمها الانتيريور كوفيشنت. الانتيريور كوفيشنت ده كان بيحاول منه يسمبليفاي الريليشن ما بين التو سايز في each arch ويعمل ما بينهم ريليشن شيب عشان يقدر يحقق منها البيست اوفر بايت. In 1954 دكتور لاندستروم قال لنا ان في large biological dispersion في tooth width ratio، وقال ان هي great enough عشان يبقى ليها impact على ال final tooth position وال teeth alignment وال overbite وال overjet relationships. In 1958 دكتور بولتون طلع لنا ال ratios اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، ودي gold standard في ان احنا نقدر نشوف ال tooth size discrepancy. الانتيريور من الكناين للكناين والبوستيريور والاوفر اول ريشيو من الفيرست مولر للفيرست مولر.
وقال لنا ان الريشيوز بتاعته دي هتساعدنا في تحقيق الاوبتين تو اوبتين ذا اوبتيمم اوكلوجن. طيب دكتور بولتون كونكلودد ذات ذيس two ratios should be used as diagnostic tool to evaluate aesthetics and functional outcomes of any given case needing to use diagnostic setup. بنعرف منها ال size difference ما بين الأسنان في ال upper وال lower arches, وكمان بنقدر نعرف منها لو محتاجين نعمل addition of tooth material by restoration أو محتاجين نعمل reduction of tooth material by interproximal reduction. عشان اختار ال incisor اللي أنا هخلعه أنا مش بفليبها كوين خالص, أنا في factors بتحكمني منها الـ type of mal occlusion present والـ amount of anterior tooth size discrepancy, الـ arch length deficiency في الـ anterior region, ولو أنا عندي أي periodontal condition affecting the supporting tissues, الـ upper والـ lower dental midline relationships. لو الـ tooth اللي أنا اخترتها أو اللي قدامي في عندها ankylosis, فيها ankylosis, فيها rotation, فيها severe ectopic eruption بعيدة خالص عن الـ normal position بتاعها, بتعتبر هي الـ best option to be extracted. الـ worst position incisor ده بيسهل لي جداً الـ treatment plan بتاعتي وبيسهل لي الميكانيكس, لأن هو بيقلل الـ unnecessary movement of many teeth وفي نفس الوقت بيقلل لي فرصة حدوث relapse. دكتور فالينوتي observed in the removal of a particular incisor لو هو عنده gingival dehiscence مش شرط ان انا اخلعه, وما ينفعش ان انا اخلعه الا لو الاول عملت له surgical repair وبعد كده ابتدي ان انا اخد القرار هيتخلع ولا لا. لو خلعته وفي بوني ديفكت اصلا, ممكن البوني ديفكت يفضل موجود وابقى كده خلعت central incisor او lateral incisor من غير ما احل مشكلة عندي. بولتون تو سايز اناليسيس ده بيساعدني في ان انا احدد ايه اللي احسن, ايه السبيس اللي انا محتاجه اكتر, ايه الويتس بتاع التو الاحسن ان هي تبقى اكستراكتد, الوايدر لاترال انسايزر ولا النارور سنترال انسايزر. سم بريفير تو ريموف النارور سنترال انسايزر سبيشلي في الحالات اللي فيها ليس كراودنج. دكتور نيف قال ان هو بريفير اكستراكشن اوف اللاترال انسايزر عشان الـ distal surface of the central incisor عنده better contact مع الـ medial surface بتاع الـ canine, فبيقلل حدوث فرصة حدوث الـ plaque triangles. هو قال إن أنا لما بخلع central incisor الـ contact ما بين الـ medial surface بتاع الـ remaining central incisor والـ medial surface بتاع الـ lateral incisor التاني ما بتبقاش perfect وبتبقى عالية لفوق, بتبقى higher incisally حتى لو سنين perfectly upright و perfectly parallel بيظهر عندي الـ plaque triangle. According to Dr. Yarib and Dr. Nanda, extraction of lateral incisor is generally preferred عشان هو less visible from the front. طيب خلع lower incisor أو extraction of أي lower incisor بيتطلب مني unique finishing للكيس. أول حاجة لو أنا ما عنديش two size discrepancy في بداية التريتمنت, فأنا غالبا ما عنديش غير حاجة option من الاثنين, يا أقفل الكيس على class 1 canine relationship with excessive overjet, يا اما اقفلها بايديال overjet بس بكلاس 3 canine tendency زي الصوره اللي قدامنا. برضو انا لما بخلع lower incisor بضطر ان انا اعمل central slight interproximal enamel reduction او root reapproximation عشان احاول ان انا احرك الكونتاكت اريا more gingivally واقلل السايز بتاع plaque triangle. however أنا لما دلوقتي خلعت lower incisor وكمان ابتديت أعمل interproximal enamel reduction, يبقى أنا كده زودت tooth structure اللي أنا شلته, يبقى أنا زودت ال inter-arch tooth size discrepancy وعملت accentuation لل overjet. وفي حالات إن أنا عملت reduction لل intercanine distance أنا كده بعمل أو بأدي لحدوث excessive canine overjet. حاجة تاني في الفينيشنج بتاع الكيسز بتتطلب مني ان انا ابقى فاهماها كويس الكناين جايدنس او الكناين جايدد اوكلوجن. لازم ان انا احقق الكناين جايدنس بعد ما اخلع اللور انسايزر. هو ايه الكناين جايدنس؟ الكناين جايدنس ان انا لما during lateral movement of the mandible the canines بجلايد over each other to disocclude the posterior teeth to remove the stresses or strain of the horizontal forces from posterior teeth, وكمان بجايد الانتركاسبيشن بعد كده of the teeth. طيب في حالة lower incisor extraction canines بنلاقي ان canines usually positioned more medially lower canines. This would make canine cusp contact the distolingual marginal ridge of the upper lateral instead of the medial fossa of the upper canine.
ده اقدر ان انا اتغلب عليه او اعمله compensation by adjusting the non-functional portion of the cusp tips of the lower canines or ان انا اعمل extrusion للower incisors عشان احقق الfunctional contact في eccentric occlusion. في compensatory orthodontic movements اقدر ان انا اعملها عشان احقق الcanine protected occlusion، يا اما بعمل بوقف ال اللور كناين بتاعي يا اما upright يا اما بعمله سلايد ديستال كراون انكلينيشن ان ريليشن تو اتس بيزل بون، او العكس في الابر كناين ان انا احطه بميديال كراون انكلينيشن. الحاجه الثانيه اللي انا ممكن اعملها ان انا اخلي اللور كناين يبقى مور بروميننت واعمل مايلد اوفست على الديستال سايد بتاعه، او ان انا اخلي الابر كناين ليس بروميننت واشيل الاوفست من الميديال سايد بتاعه. الحاجة الثالثة اللي أنا ممكن أعملها إن أنا ممكن أعمل stripping لل upper incisors، فده يساعد لي في المجزيلري إن المجزيلري canines to move medially أكتر. طيب في حالة إني مش هعرف أضبط ال two size discrepancy ومش هعرف أحقق canine protected occlusion، ساعتها هبقى مضطرة إن أنا أعمل حاجة اسمها group function عشان أحقق ال equilibration to eliminate cross arch balancing interferences. غالبا في الحالات دي بنحققه بان احنا بندخل معانا البريمولر وبيبقى الكناينز والبريمولرز. الاستابيليتي اوف ذا ريزلتس، يعني واحده من اكتر التشالنجز اللي بتقابل الاورثودونتست في حياته الاستابيليتي والريلابس بعد كده. طيب in 1994 دكتور فالينوتي قال ان الاكستراكشن بتاع اللور انسايزر از ليس لايكلي تو اكسهبيت كراودنج ريلابس افتر الريتنشن. ليه الكلام ده؟ قال عشان انا الانسايزر اللي انا بخلعه ده بيبقى اصلا قريب للاريا اللي فيها البروبلم، ده بيقلل لي الموفمنت اللي انا بعملها والايفورت اللي انا بعمله عشان احقق البيرفكت اوكلوجن، وفي نفس الوقت بيحافظ لي على الاوريجينال كونديشن اوف ذا اذر تيث. دكتور رايد الايتال evaluated cases 10 years out of retention وقالوا ان the lower incisor extraction بيديني better stability في الانتيريور اريا في غياب permanent retention. هو قالوا برضو في البيبر بتاعتهم ان الانتركناين ويتس لو كان maintained او decreased during treatment ده مش سبب خالص يخليني ابقى متاكده ان انا هيديني completely stable long term results، بس هيقلل لي فرصه حدوث الريلابس. دكتور كانو سنة 96 في الستادي بتاعته عمل ستادي على cases 5 to 8 years out of retention، وقال لنا ان الاماونت اوف الامبروفمنت اللي فضلت بعد كده كانت 60% من الانيشال irregularity. سولزمان زمان قوي في سنة 63 قال لنا ان الاكستراكشن بتاع المانديبولر انسايزر بيديني excessive overbite. كوكش وشابيرو قالوا ان البروبلم دي ممكن نتغلب عليها بان احنا نعمل careful evaluation للdiagnostic records ونعمل selection للpatient اللي احنا هنختار له التريتمنت بلان بتاعتنا. كجنرال بيحبوا يستخدموا الريموفبل ريتينرز عشان او للكيسز بتاعت اللور انسايزر اكستراكشن followed by fixed lingual retainers يا اما bonded to the canines or to all the remaining mandibular anterior teeth. The case بتاعت patient she's a 11 year old girl, she has congenitally missing upper right lateral and she has a big shaped upper left lateral. التريتمنت اوبشنز بتاعتها قالوا لنا ان احنا ممكن نخلع one lower incisor وهنخلع، بس هنخلع one lower incisor. السكند رو قدامنا ده بيوريني الاوكلوجن after treatment with the extraction of the left lower incisor، والثيرد رو تحت ده كان الاوكلوجن بتاعها 16 years later after treatment، وشايفين فيه slight amount of relapse. perception of aesthetics. طيب البيبر دي عملوها او الاستادي دي عملوها على اللاي بيرسون والدنتال بروفيشنالز والدنتال ستودنتس تو ايفالويت ذا ديجري اوف بيرسبشن اوف الاستاتكس ان كيسز اوف مانديبولار سنترال انسايزر اكستراكشن. هم خدوا سمايل فوتوغراف اوف بيرسون وذ نورمال اوكلوجن وعملوا عليها موديفيكيشن بحيث ان هي
reflect the extraction of mandibular incisor وعملوا various compositions و various sizes. Image 1 و image 2 A, B, C, D, E والناحية التانية العكس. Image A كان عندنا ال 4 incisors موجودين. Image B كان ما كانش فيه أي اختلاف. شالوا 1 incisor وسابوا ال remaining incisors ما غيروش في الويتس بتاعهم. Image C زودوا ال ويتس بتاع 3 incisors ب the same proportion. Image D عملوا increase في ال mesiodistal widths of the central incisor وسابوا lateral incisors على نفس الحجم بتاعهم. Image E عملوا mesiodistal increase في lateral incisor وسابوا central incisor على نفس ال widths بتاعهم. التلاتة groups اللي هما lay person وال dental professionals وال dental students كلهم قالوا إن photo number A هي ال most attractive. الدنتال بروفيشنالز بس هما اللي قالوا ان فوتو اي هي الليست اتراكتيف، في حين ان الستودنتس واللاي بيرسونز قالوا ان فوتو دي هي الليست اتراكتيف. From their point of view الدنتال بروفيشنالز والدنتال ستودنتس قدروا ان هما يلاحظوا الاختلاف وقدروا ان هما يحددوا ان removal of the mandibular incisor بيعمل alteration في الاستاتكس، حين ان في تقريبا 63% من اللاي بيرسونز ما قدروش يحددوا اي اختلاف في الصور اصلا. الاستادي دي اتعملت عشان تيفالويت الديجري اوف بيرسبشن اوف لاي بيرسونز ودنتال بروفيشنالز وستودنتس ويز ريجارد تو ذا استاتكس اوف سمايل في حاله الاكستراكشن اوف مانديبولار انسايزر في وجود البلاك تريانجلز. برضو نفس الحاجة خدوا الـ frontal view intraoral photograph of occlusion وحطوه قدام الـ patients وابتدوا يعملوا فيه various configurations. Image number one A ده الـ occlusion من غير وجود أي black spaces، و image number F تحت خالص دي في وجود الـ black spaces of 2.5. من فوق لتحت ابتدوا يزودوا نص ملي. A كانت 0 مفيش black triangles، B 0.5 black triangle، C 1 mm black triangle، وهكذا لحد ما وصلوا لحد F 2.5. Image A لقوها ان هي كانت ranked the most attractive by all three groups، في حين ان Image F كانت ranked the least attractive. كل individuals كانوا قادرين يحددوا difference between them، ده بيوريني قد ايه soft tissue بيأثر على ال aesthetics. كمان في الاستادي دي هما concluded that the option for central incisor extraction should always be discarded when there are other treatment options available. دي البيبر دي اتعملت عشان يعملوا evaluation للobjective والsubjective treatment قلناها قبل كده عشان يحددوا بيها the usefulness of the wax setups، والمرة دي بقى بنقولها عشان يعمل compare ما بين ال pre-treatment وال post-treatment dental attractiveness ما بين ال mandibular incisor cases وخدوا control non-extraction cases. ال cases دي كانت judged by أو عرضوها على 76 dental students و 10 lay persons. كلهم قالوا إن مفيش difference ما بين ال attractiveness ما بين ال mandibular incisor extraction وال non-extraction photographs. الدنتال ستودنتس كانوا more critical بالنسبة للإثاتكس، في حين إن اللاي بيرسونز كانوا شايفين إن البوست تريتمنت فوتوغرافس more attractive عن البري تريتمنت فوتوغرافس regardless of the treatment group allocation. Comparison of different outcomes. البيبر دي اتعملت عشان يعملوا comparison ما بين الـ outcomes of lower incisor extraction والـ premolar extraction والـ non-extraction treatment. دي كانت retrospective study اتعملت على 60 patient أو 60 الـ sample كانت 60 patient 20 في كل group وابتدوا يشوفوا الـ difference فيها. عملوها by the mean of the bar index. لقوا ان المين percentage of the bar reduction كانت في non-extraction cases 91%، في premolar extraction كانت almost 88%،
وفي الانسايزر اكستراكشن كانت 80%، وده كان اقل واحد فيهم. كانت قليله غالبا عشان الانكريزنج بتاع الاوفر جيت والاوفر بايت باي ذا تريتمنت اوف لوور انسايزر اكستراكشن. however النسبه دي بما انها اكتر من 70% فدي بتديني فكره ان ده كان سكسسفل وايديال تريتمنت اوبشن. interproximal wear versus incisor extraction to solve anterior lower crowding ده كان systematic review. الليتريتشر ما فيهوش ستاديز كتيره ذات قوه تقدر تخليني ان انا اتكلم عنهم واقول اقول حاجه نهائيه فيهم. هم عملوا ريتريفنج ل 943 بيبرز، في الاخر منهم اربعه بس اللي قدروا ان هم يعملوا عليها الاستادي اللي موجوده قدامنا، اتنين ريتروسبكتيف واتنين راندوم بروسبكتيف ستادي. الconclusion بتاعتهم قالوا ان المانديبولر انسايزر اكستراكشن والانتربروكسيمال وير بوست اور افكتيف فور تريتينج بيشنتس وذ كلاس 1 مال اوكلوجن وذ مودريت انتيريور لوور كراودنج في البيرمننت دنتيشن وذ بليزنت فيشيال بروفايل. هاويفر سكانت ايفيدنس ووز فاوند تو ديترماين ذا بيست تريتمنت اوبشن. وكل اللي قدامي ده الكلينيكال ديسيشن شود بي ميد اون انديفيدوال بيزس. conclusions: mandibular incisor extraction is a viable option when all of the parameters for its indications are met. لازم اعمل careful planning for the treatment option to achieve the best results and proper diagnostic setup is always recommended. The orthodontist must be aware of the indications, contraindications and limitation of this treatment option to achieve the best outcomes. These limited conclusions can be reached about the indications and effects of extraction of lower incisor for orthodontic reasons. بما اني كل الارتكلز اللي كانت موجوده في literature قدامنا كانت of descriptive nature, either cases reports or case series. This did not allow for strong evidence based recommendations. Thank you. بنشكر الدكتورة إسراء والدكتورة أميرة على التقديم الرائع، وبنفتح باب المناقشة لو حد من أساتذتنا أو زمايلنا يحب يسألهم. يتفضلوا. السلام عليكم يا دكتور وسام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك أستاذنا دكتور عزة ببركات. الله يخليك فيك. لا السيمينار جميل وموضوع جميل وفيه كلام كتير جدا، و يعني في مشاكل بتقابلنا فيه كتير، فهم يعني بناتنا الاثنين يعني ما شاء الله قدموا عملوا برزنتيشن حلو وجميل، بس انا ليا ملحوظه كنت اتمنى ان الجزء الثاني بتاع السيمينار يكون هو الجزء الاولاني. ليه؟ لان هي في الجزء الاولاني انا معلش انا دخلت متاخر شويه زي الطالب الخيبان اللي بيجي في اخر المحاضره كده وبقى مش عارف يعني ايه اللي اتقال وايه اللي ما اتقالش، فما اعرفش الجزء الاولاني كان فيه كيس بريزنتيشن كتير، لكن الجزء الثاني كان فيه يعني الانديكيشن والكونتر انديكيشن والادفانتج والديس ادفانتج والكلام اللي، فكنت اتمنى نعمل بريبريشن للسيمينار بالجزء الاولاني نبدا بيه، الجزء الثاني نبدا بيه الايه السيمينار، والجزء الثاني يبقى فيه كيس بريزنتيشن. انما بصفه عامه يعني مجهود طيب ومجهود حلو وجميل، وشكرا ليهم على السيمينار الجميل ده. شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا جزيلا استاذنا دكتور عزة ببركات، بنشكر حضرتك جزيلا، وبنفتح باب المناقشة لو حد من زمايلنا عايز يسال او اساتذتنا. التوفيق ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور عزة. طيب يا جماعه واضح ان مفيش اسئله، احنا انتظرنا شويه بحيث ان لو حد عنده سؤال يعني أنا فعلا مبسوط النهاردة من البرزنتيشن. قسم تقويم أسنان بنات الأزهر القاهرة في تقدم واضح وجميل، وإن شاء الله دايما يبقوا متقدمين. إن شاء الله موعدنا يوم الأربع القادم. النهاردة كده نقدر نقول إن إحنا أنهينا السيمينار. بإذن الله يوم الأربع القادم هيكون موعدنا للسيمينار النظري، وطبعا زي ما احنا عارفين يوم الجمعة بيبقى موعد السيمينار العملي الساعة 10 مساء. فبكده النهاردة بإذن الله هنكون أنهينا السيمينار بتاعنا. بإذن الله في أقرب وقت هيكون السيمينار تم ليه عمل الإيديتينج أو المونتاج،
وهينزل على القناة بتاعتنا، وسوف نرسل اللينك بإذن الله على الجروب بتاعنا. نشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.